متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا مرة أخرى. هيام ستار تخرج بتصرف يخلق الجدل من جديد، وسأترككم تشاهدون ماذا فعلت بنفسها. محيدة فأنت خس أي حاجة رسول مربع اختي باغا نبدل راسي أنا بما أمكن، حيت هاد الشعر تيبان لي بحال كان فيه النحس، داك النحس تابعني، خص النحس نحيدو. فهمتي خص اي حاجه قديمه فيا نحيد ديال ما نبدل لوك حبيبه، اللوك ديالي غيكون خاص ديال هيام ستار، ما تقدر حتى شي وحده ديرو، اللوك ديالي غيولي خاص. ما تحكموش عليا دابا تقولوا ويلي هيام جيتي خايبه، لا بلاتي تندير الماكياج ونقاد راسي بقاو معايا حتى الاخر، ما تزبيوش وما تمشيوش بقاو معايا حتى الاخر. هاد الماكينه حفات، عرفتي شحال ديال الشعر كلعود برب الفلق. دابا نوريه ليكم، خفيض.